عتمة جوار لدائة زفت مشاكل عديدة بتعاني منها طرقاتنا. بس شو طلع بإيدنا نعمل؟ أكتر شي فينا نعد جوار حتى نحن راجعين بالليل بغياب الإنارة نتذكر وين كانت وما نوقع فيها. فينا بالمقابل نغير بأمور تانية، مثلا زبالة. أنا بكتب زبالة بس من السيارة، فينات شوكولات حيالله شي سي، بس أكيد ما بكتب شي كبير. يعني بكون بالسيارة وهيك ماشي عم دخل سيجارة وماشي من كبع مش عكبها بالسيارة منفضة وهيك حسب إذا أوستراد هيك بكبع ماشي على الطريق عالم لما ضروري ننطر انه نيكلا زبط تنوقف نكب على الطرقات وبالاماكن العامة. فيكن مثلا جمعوا حالكن وتطلعوا على محلات مكبوبة فيها زبالة بطريقة عشوائية وتبلشوا تلموا قنينة بيرة، تنك، كيس شيبس، ورق شوكولا وغيرها، مثل ما عم تعمل مجموعة نهار الشباب للبيئة. بركة لبنان الأخضر الحلو بيصير شي يوم حقيقة حلم.